ايه ده في اتوانس كده زوبيه، يعني زي ما بقول لحضرتك حول المضر النافع، هي دي الايمان، هو ده الايمان، هي دي المسيحيه بالظبط، ده اللي عايز اقوله. فالايمان يروح له اتوانس وقومه من الموت. فخلينا نرجع للاسلوب العلمي عشان الدسكشن يبقى ايه ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يلزم خدمة. وكيلو الكباب بكام؟ ب 35 جنيه. لك شوستك انت؟ لك هذا رزقها ومصاري. فرقت بومب. لا تواخذني ابن عمي. لا تواخذني؟ أنا معايا 30 بس. إيه 30 جنيه؟ بتونس بي. لا ده فتح عقبي. لا 30 قرش. وانت معايا. لا دول روح تشتري بيهم نداغة. حط الصحون لشوف. طلعي من هون. بتونس بيك وبلا. العيش لسه بخمسة سل. لقيت قربك دنياي. ايوه. طب اديني رغيف. بتونس بيك. وانت معاي. اتفضل هات. بتونس بيك وبلا. لاقف قربك دنيايا. لما تقرب. انت بتعمل ايه؟ انا بتونس بيك. واما بتبعد. انا بتونس بيك. بغمس دخان الكباب. لما تقر. ايه عندك مانع؟ انا بتونس بيك في العادة دي. واما بتبعد. انا بتونس بيك. وحياتك بلاش السمين. وخيالك بيكون وي وياي وياي. عايز الدخان الاحمر. ونجه صوت. صوتك بيونسني. وهواك في البعد. في البعد بيحرسني. ونجه صوت. انت ما بتعلمي انتباه بقى. ما تعلمت من اول مره وتعاقبتك. وهواك في البعد. في البعد بيحرسني. بدك والشوق ينادي لك جواي. اتعاقبي. وانا حطي صحن اللبن الايد. امشي لشوف قدامي. امشي. انا امشي. انا